السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. یہ تین کلمات روزانہ ضرور پڑھیں. میرے پیارے دوستو، آج میں آپ کو تین ایسے کلمات بتانے جا رہا ہوں، جو بھی ان کلمات کو پڑھے گا اللہ ان کی بڑی سی بڑی پریشانیوں کو ختم کرے گا، ان کی دعائیں قبول ہوں گی، ان پر اللہ رزق کی بارش کرے گا. کلمات ہے لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم إني أدعوك الله وأدعوك الرحمن وأدعوك البر الرحيم وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم أن تغفر لي وترحمني. الله پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.